هالو بريب 3 ان شاء الله النهارده معادنا مع منهج الهالو يونت 6 بعنوان What had happened يعني ماذا حدث. هناخد مع بعض new vocabulary بعض الكلمات الجديدة. اول كلمة معايا كلمة title. title بمعنى عنوان او لقب. كلمة تانية معايا كلمة apologize for. apologize معناها يعتذر وفور معناها على يعتذر على. spill يعني يسكب. الكلمة بعد كده كلمة service. service معناها خدمة. knock at or knock on. knock on or knock at معناها يطوق على. traffic police. traffic police يعني شرطة المرور. اخر كلمتين معايا كلمة apologize معناها اعتذار وكلمة afraid معناها خائف او متأسف. التاني الجزء التاني هو words and opposites كلمات وعكسها. false مزيف true حقيقي. false true. accept معناها يقبل عكسها refuse معناها يرفض. switch on معناها يشغل عكسها switch off معناها يطفئ. tell the truth يخبر او يقول الحقيقة. tell the lies يعني يقول الكذب. the front الامام. the back الخلف. faint يفقد وعيه. recover يعني يفيق. الجزء التاني هي هننتقل ل language notes بعض ملاحظات اللغوية. هناخد الفرق بين كلمة apologize to و apologize for. الفرق apologize معناها يعتذر. apologize to يعني يعتذر لشخص. المثال عندي بيقول لي go and apologize to your sister يعني اذهب واعتذر الى اختك. هنا الشخص موجود عندي هو هنا ايه your sister. يبقى apologize to بيجي بعدها someone لو ممكن your sister your father anyone. apologize for يعتذر عن شيء. فهنا بيقول لي we apologized for the late departure of the flight يعني نحن نعتذر عن تأخير المغادرة للرحلة الجوية. يبقى هنا عندي كلمة apologize for بيجي بعديها noun او verb plus ing. verb infinitive محطوط له ing. هنا apologize for وكلمة the late departure of the flight دي كده noun. يبقى كده الفرق ما بين الكلمتين ان كلمة apologize to بيجي بعديها someone يعني يجي صفة شخص او اسم شخص وكلمة apologize for بيجي بعديها noun او verb plus ing. كمان هناخد مع بعض الفرق ما بين فعلين. الفيرب الاول هو rob والفيرب التاني هو steal والفعلين بمعنى يسرق. لكن الفرق ما بين الفعلين ان فعل rob بيجي بعديه المكان المسروق. فالمثال الاولاني بيقول لي the thieves robbed the bank. robbed هنا الفعل الماضي بتاع rob. robbed the bank يعني سرقوا البنك. هنا جه المكان بعد كلمة rob. المثال التاني someone robbed me of my wallet. هيجي برضو استخدام تاني كلمة روب انه بيجي بعديه مش المكان المسوق بس لا وكمان ممكن يجي بعديه الشخص المسوق وبعد كده حط كلمة اوف وبعد كده شيء المسوق. فهنا someone robbed me of my wallet get overhead بعد كده شيء المسوق اللي هو ايه my wallet اللي هي محفظتي. يبقى شخص ما robbed me يعني سرقني of my wallet في المحفظة بتاعتي. الفعل التاني زي ما اتفقنا هو الverb steal. steal معناها يسرق. someone stole my wallet. هنا الفعل ستيل بيجي بعديه الشيء المسروق على طول. فهنا بيقول لي someone stole the verb الماضي او الفعل الماضي بتاع verb steal يجي بعديه الشيء المسروق اللي هو هنا my wallet يعني محفظتي. الجزئية الأخيرة وهي new structure قاعدة الجرامر عندي the past perfect tense زمن الماضي التام. أول حاجة فيه وهي الفورم أو التكوين بتاع زمن الماضي التام. اول حاجة ببدأ بيها في اي زمن او في اي لهيه هي السبجكت وبعد كده هنا هنحط هاد وبعد كده البي بي او الباست بارتيسيبل. اول حاجة السبجكت الفعل وبعد كده هاد ودي هتبقى ثابتة معايا وده الفعل المساعد بتاعي وبعد كده هحط البي بي او الباست بارتيسيبل التصريف التالت للفعل. ناخد مع بعض كده اول مثال. example number one he had done his homework before he watched TV. اول حاجة بدأنا بيها هي subject زي ما اتفقنا في اي جملة بنبدأ بيها في الانجليش. اول حاجة بنبدأ بيها subject وبعد كده الverb. الverb هنا هيكون عندي two verbs عندي فعلين مش فعل واحد بس.
الفعل الاولاني هو هاد، وده هيبقى فعل ثابت معايا، وده الاكزيلري فيرب او الهيلبنج فيرب او الفعل المساعد بتاعي. وبعد كده دان، وده التصريف الثالث للفعل دو. دو دي دان، وده في الثالث. هيز هوم ورك بيفور هي واتش تي في، قبل ما يشاهد الايه التلفزيون، يبقى هو عامل واجبه قبل ان يشاهد التلفزيون. Example number 2, they had their lunch after they had studied English. يعني هم تناولوا الغداء بتاعهم بعد ما ذاكروا الايه اللغه الانجليزيه او ماده اللغه الانجليزيه. عشان نفهم المثال دوت لازم نعرف استخدام زمن الباست بيرفكت تنس او زمن الماضي التام. زمن الماضي التام بيعبر عن حدث تم قبل ما يحصل حدث تاني. يعني هما حدثين، واحد منهم حصل قبل التاني، فالحدث الاول بيكون في زمن الماضي التام، والحدث التاني بيكون في زمن الماضي البسيط. عرفنا ان زمن الماضي التام هو هاد زائد البي بي، ثابت عندي هاد، وبعد كده بحط الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل. والشق الثاني من الجمله، يبقى احنا كده عندنا شقين في الجمله، الشق الثاني بيكون في زمن الماضي البسيط اللي هو الفعل بيكون في التصريف الثاني ليه بس. هنا عندي في الجمله اهيت هاد زائد البي بي، هاد ستاديد انجلش، وجت في الشق الثاني من الجمله، وفصل الشقين ببعض او النصين ببعض هي كلمه افتر. افتر معناها بعد. يبقى they had their lunch، هم تناولوا الغداء بتاعهم، وهاد الأولانية دي ده الفعل الماضي بتاع الverb have. يبقى they had، يعني هم تناولوا their lunch after بعد they had studied English، بعد ما ذاكروا الإنجليزي. وزي ما اتفقنا الحدث الأول بيكون في زمن الماضي التام، أما الحدث الثاني فبيكون في زمن الماضي البسيط. الحدث الأولين اللي حصل هنا إن هم عملوا إيه؟ ذاكروا الإنجليش الأول، بعد كده أكلوا الغداء بتاعهم. They had their lunch، هم تناولوا الغداء بعد ما ذاكروا الانجليش. يبقى هم ذاكروا الانجليش الاول، ده الحدث الاولاني، عشان كده هو في زمن الماضي التام. الحدث التاني هو اكل الغداء، فهو بيكون في زمن الماضي البسيط، هو الverb had. الحدث التاني معايا في تعلمني زمن past perfect هو النيجاتيف، يعني النفي. ازاي انفي زمن الفعل في زمن الماضي التام؟ هنحط السبجكت زي ما اتفقنا، وبعد كده had، لكن هنا مش تبقى هاد بس، تبقى هادنت، هضيف نوت كمان، وبعد كده حط البي بي الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث بتاعي عادي خالص. اهو كده فور اكزامبل، I hadn't done my homework by the time I watched TV. I hadn't، هذه فعل هاد اهوت منفي بهادنت، وبعد كده البي بي الباست بارتيسيبل my homework by the time، قبل ان اشاهد التلفزيون، انا لم اعمل واجبي قبل ان اشاهد الايه التلفزيون. الجزئية الثالثة في تعلم الزمن بتاعنا هي interrogation، يعني السؤال. ازاي اكون سؤال في زمن الماضي التام الباست بيرفكت؟ اول نوع من الاسئلة عندي هو yes or no question. هبدأ اول حاجة بالhelping verb اللي احنا كنا بنستخدمه دايما اللي هو الverb had، وبعد كده احط السبجكت، بعد احط الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل، وبقية الجملة بتاعتي. ناخد كده example، had you finished everything by 5، يعني انهيت كل شيء بحلول الساعة الخامسة، ادي هاد، وبعد كده السبج، وبعد كده الفيرب في الباست بارتيسيبل او في التصريف الثالث بتاعه، بقية الجملة بتاعتي، وما انساش الكويستشن مارك. النوع الثاني من الأسئلة هي الـ WH question، أسئلة اللي بتبدأ بـ WH words زي what أو where. question word ببدأ أول حاجة بـ question word، أداة السؤال، وبعد كده هاد، ودي هتكون ثابتة عندي اللي هي الهيلبنج فيرب، وبعد كده السبجكت الفكرة، وبعد كده الـ PB اللي هو الفعل في التصريف الثالث ليه. هناخد كده example، where had you gone before going to the cinema. اول حاجة عندي هنا بدأنا بيها هي question word اللي هي where، وبعد كده حطينا helping verb اللي هو had اللي هيبقى ثابت معايا، وبعد كده حطينا subject اللي هو you، وبعد كده gone هنا بتكون في التصريف الثالث اللي هو التصريف الثالث من الفعل go. before going to the cinema بقيت الجملة بتاعتي. يبقى السؤال عندي where had you gone before going to the cinema. يوسج الاستخدام، قلنا بنستخدم زمن الماضي التام في التعبير عن حدثين تموا في الماضي، ولكن حدث منهم بيكون حدث قبل التاني. It expresses an action that happens before another one in the past. يعبر هذا الزمن عن حدث تم قبل حدث آخر في الماضي. الحدث الأول بيكون في زمن الماضي التام، والحدث التاني بيكون في زمن الماضي البسيط. آخر جزئية معايا هي الـ keywords، الكلمات الدالة على زمن الماضي التام. أول keyword معايا كلمة after معناها بعد، as soon as معناها بمجرد أن، when معناها عندما، because لأن،
before قبل by the time قبل وtil وtil الاثنين معناهم حتى دي كده الكيوردز بتاعة زمن past perfect الماضي التام. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. Thank you for watching and see you next time إن شاء الله.